عزيزي المشاهد مساء الخير، بما أن نحن أصدقائك نحاول في كل حلقة أن نتجول في أكبر عدد ممكن من مرافق شركة المشروعات السياحية اللي مثل ما أنتم عارفين منتشرة في مختلف مناطق دولة الكويت. اليوم جولتنا في مرفق حيوي وهام وقاعد يشهد إقبال كبير في فترة الصيف. هذا المرفق هو مجمع أحواض السباحة التابع لشركة المشروعات السياحية. للي يحب يعرف يعني أكثر عن هذا المجمع، طبيعة العمل فيه، نظام الاشتراك فيه، كم حوض السباحة موجود فيه، شنو الأماكن الترفيهية الموجودة في مجمع أحواض السباحة غير السباحة، يتابع حلقتنا، لأن بعد شوية راح ننتقل إلى مدير مجمع أحواض السباحة الأستاذ عبد الرحمن الحمود، راح يتكلم لنا بشكل مفصل. ثواني وننتقل إلى الأستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن الحمود، مدير مجمع أحواض السباحة التابع لشركة المشروعات السياحية، بعد الترحيب فيك، الشخص اللي يزور مجمع أحواض السباحة شنو يشوف؟ والله يعني مجمع أحواض السباحة أحد المرافق الحيوية والهامة في شركة المشروع السياحية اللي تسعى جاهدة سواء على مستوى مجلس إدارتها أو إدارة العامة أنها تبعث السرور والسعادة في نفوس الناس سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو ضيوف. فهذا المجمع يعني من اسمه مختص بأنه أحواض سباحة ترقى إلى المستوى العالمي من حيث مساحتها، من حيث الاهتمام في أهم مادة فيها وهي المياه، وكذلك وجود الكم الكافي والمتدرب من المنقذين والمدربين الذين يجد الرواد لديهم كل ما يحبونه سواء كان متعة أو التدريب. إذن كم حوض السباحة موجود في هذا المجمع؟ والله يا عزيزي الفاضل عندنا ثلاث حمامات رئيسية كبيرة وحمامين للأطفال. عندنا الحمام أحد الحمامات الرئيسية اللي هو حمام العائلات، هذا على شكل L shape ويستقبل العائلات من الساعة 9 الصبح إلى 9 بالليل، و حرصنا الحقيقة على أن نهيئ كل ما تجد العائلة يعني من الحاجات اللي تجدها. نعم. بالإضافة إلى وجود طبعا في بالقرب من حمام العائلات كافتيريا
والفيديو جيمز والآلات التسلية الأخرى. نعم، هذا راح نتطرق له إن شاء الله بعد شوية. ودنا يعني نرجع مرة ثانية إلى يعني مجمع أو حوض المخصص للعائلات. نعم. يعني طريقة الاشتراك في الحوض هذا، مثلا الأعمار اللي بإمكانها تسبح أو تستفيد من هذا الحوض. أي إحنا أقصد لما نقول كلمة عائلة يعني الأب الأم الأفراد اللي هما طبعا كل من 6 سنوات نقول إلى مثلا 18 20 أو أكثر. هذه طبعا حتى عمق الحوض من 30 سنتي إلى 1.5 متر يجد كل واحد من أفراد العائلة ظالته فيه. أما فيما يتعلق في الحمامات الأخرى، طبعا عندنا الحمام ودنا تعرف على نظام الاشتراك في نفسه. العفو، بالنسبة للاشتراك عندنا شهري، طبعا اذا حبيت الاسعار هم اذكرها. شهري مثلا 30 دينار، 3 شهور 50 دينار، 6 شهور 70 دينار. عائلي ولا عائلي؟ نعم. والسنه 100 دينار. الحقيقه يعني لما عملنا دراسه سواء على مستوى المناطق الدول المجاوره او الاوروبيه، يعني نقدر نقول ان اسعارنا تعتبر اسعار رمزيه بالنسبه لهم، لان هدف المسؤولين بالمشروعات ويعني ويعاز من الدوله انه الهدف ليس تجاري بل هو تنظيمي لاكثر والاقل. نعم، احنا الحين في فتره الصيف، يعني ما مدى اقبال الناس عليكم او على مجمع حوض السباحه بالذات؟ يعني والله الاقبال رهيب لدرجة يمكن لا أذيع سر إذا قلت لك أنه بعض الإخوان أحياناً يجوني، مثلاً أب مع أبنائه يقول والله أنا بحاول أسبح ماني قادر، فأرجو أنه تعطيني فرصة مثلاً أنه أي مرة ثانية، فأعطيه ورقة أنه يشرفنا ثاني أو ثالث يوم أي وقت، لأنه هو أردي دفع واستخدم وإحنا بهالأمور عندنا مرونة يعني قدر. فالإقبال والحمد لله شديد جدا ومستنداتنا تكشف. نعم استاذ عبد الرحمن، ما دام الإقبال يعني كبير جدا عليكم بالصيف، واحنا يعني بالفتره السابقه نعرف ان يوم السبت تعطلون، يعني هذه العطله ما زالت موجوده؟ لا والله احنا اضطرينا، هذا ايضا سؤال وجيه، اضطرينا امام هذا الإقبال الشديد ان احنا نضحي في عطلتنا الاسبوعيه وفتحنا ايضا السبت واصبحنا نعمل 7 أيام في الاسبوع. نعم نعم، 7 أيام بالأسبوع. وقبل شوي ذكرت مثلاً إنكم يعني حريصين إن المياه دائماً تكون يعني نظيفة. نعم. هل هناك يعني فترة توقف؟ يعني نعم. هذا إذا عرفنا مثلاً متى بالبداية يعني تشتغلون الصبح لكم الساعة؟ نعم. وبعدين ودنا نعرف الأوقات. نعم، مثل ما قلت لحضرتك إن إحنا من 9 إلى 9، لكن عندنا فترة توقف، وهذه ليست للهدف منها راحة الموظفين بل لضمان ديمومة صلاحية الماء، لأنه تعرف أنت تتعامل مع العنصر البشري وهو أهم عنصر عندنا بالحياة، فلذلك نحرص يعني الحقيقة جربنا أن احنا نعمل ساعات متواصلة، لاحظنا الحقيقة تأثرت جودة المياه تأثرت، فاضطرينا أن احنا نوقف. فلتلاحظ احنا مجرد من الساعة 1 من أول دقيقة ما يطلعون الرواد، احنا نحاول من 1 إلى 3 نعمل جاهدين في استعمال كل الوسائل اللي تجعل الماي من ناحية الفلاتر تاخذ راحتها، المواد الكيماوية اللي تضاف، الكلور. يعني تخيل استخدام مثلا الكلور اتي مثلا نسبته 1، وهذا ارقى على شيء الصبح مثلا مثل. لكن على ما تيجي الساعة 12:30 وحدة تشوفها تقريبا قريب من الصفر، ما يدل على أن الحقيقة تسكير الأحواض وإعادة معالجة المياه فيها ضروري جدا. نعم أستاذ عبد الرحمن، ودنا نرد على سالفة الأحواض. احنا تكلمنا على أحواض الخاصة بالعائلات، ودنا نطرق إلى الشباب والأعمار اللي يستقبلها أو تستقبلها الأحواض. احنا لو تلاحظ الإعلان اللي تحت يعني يقول لك من 6 سنوات إلى 66 سنة، فالأحواض الأخرى احنا تكلمنا عن اللي يمكن العائلي عن بشكل مقتضب عن العائلي. الأحواض الأخرى الثانية عندك الأولمبي اللي هو طوله 25 × 12 متر، والثاني حمام الغطس اللي هو طبعا عميق وله النطاطيات هذه على مستوى 4 مستويات حسب الأعمار وحسب جرأة السباح، فهذه مغطاة طبعا.
الأمر اللي ممكن يعني حتى بالشتاء الناس تي وتسبح وتزاول هوايتها. هذه اللي مثل ما تفضلت تستقبل كل الأعمار، يعني من 6 سنوات إلى يعني نعم. ذكرت أن لي 66 سنة، يعني في شياب مثلا كبار في السن ينكم ويقربونهم؟ أي نعم. نعم الحقيقة يعني أنا أستغرب يعني بعض يعني الشباب أو الرجال اللي وصلوا الأعمار ويمكن حس بعد التقاعد وبعد كذي انه يمكن بحاجه الى انه يتعلم السباحه، يمكن تولع بالحداق، يمكن كذا تشوفه اي رياضة وبنفس الوقت رياضه، يعني ما في شك انها يعني هذه الرياضه يعني ديننا الحنيف وصى عليها، ومقوله عمر بن الخطاب الشهير علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل، فالسباحه اهم من فيمكن بعض الناس مع الوظيفه ومع هذا نسى عمره وبالتالي حس انه بحاجه انه يتعلم سباحه، فاحنا عندنا والحمد لله مدربين اللي يعرفون النفسيات. طبعا الطفل لما تيجي تعلمه غير الرجل الكبير، والحمد لله يعني حصلنا على نتائج طيبه. نعم. ذكرت كلمه تدريب استاذ عبد الرحمن، شلون نظام التدريب عندكم يعني هنا؟ والله احنا طبعا عندنا ساعات معينة، يعني نبلش اول مره مع الشباب اللي هم اول مره، يعني سواء من 6 إلى 10 سنوات، هاي نبلش في اول لهم ساعات محدده، من الساعه 5 مثلا العصر الى 6، بعدين ننتقل الى فتره تدريب مثل شلون المدارس طبعا المتوسطه غير الابتدائيه، فتبتدي مع ايضا بحركات وامور اخرى من 6 إلى 7 وهكذا، بالاضافه الى ان احنا تكون مثلا اتفاق بين بعض المدارس الخاصة أو المؤسسات أو الطلبة اللي يسجلون بالكلية العسكرية أو بعض اللجان الإسلامية وجمعيات الإسلامية، فهذول مثلا يقولوا والله نبي بروحنا، فنشوف احنا يعني إذا شفنا والله الحوض ذاك المليان عملنا قاطع وخصصنا للجماعة، يعني والحمد لله مرتبين وياهم. بالنسبة أستاذ عبد الرحمن حق الجهات اللي تتكلم عنها وتحب يعني يزوركم في مجمع حفاظ السباحة، هل في تخفيضات معينة لهم كتشجيعية أن يزورونكم يعني أكثر من مرة؟ أي نعم، احنا عندنا طبعا نظام ماشيين عليه، إذا أكثر من 50 فرد نعطي ثلث طبعا الخصم، أحيانا يجون بعض الجمعيات مثلا مو اشتراك لكن والله نقول والله بنجرب، فيونك مره مثلا مره بالاسبوع او مرتين بالشهر، فهذه عاد احنا نشوف، بعدين نفس الجمعيه او اللجنه او المدرسه الخاصه الراعي ظروفهم الماليه، هم احد الانشطه عندهم انه والله لازم يتعلم السباحه، فاحنا لا نثقل كاهلهم ابدا، نشوف شنو امكانياتهم، نقعد قبل لا ندش في كم وكذا نشوف هذه، وبالتالي يعني هناك تسهيلات وعملية جلب يعني. نعم أستاذ عبد الرحمن، أيضا قبل شوية ذكرت أن أنت أيضا أحفاظ السباحة بلشتها بعد ما غطيتوا أحفاظ السباحة، فهل هذا معنى أنت طول السنة تستقبلون زواركم؟ نعم، هذا الهدف، وحصل يعني من سكر إلى حد الآن مثلا تينا، بس أنا صراحة مو مثل الأعداد اللي تيك بالصيف أو بالعطل، لكنه متوفر طول السنة. نعم أستاذ عبد الرحمن، أنتم عندكم فترة توقف من الوحدة للثلاث. نعم. في عندكم زوار يوم التسع للوحدة. نعم. يعني يمكن حب المكان هذا ما يبي يروح بيتهم. نعم. يبي يقعد. نعم. شنو أنتم موفرين له من سبل راحة وترفيه حتى تصير الساعة 3 ويكمل سباحته؟ جميل. اللي حصل أعتقد عندنا طال عمرك الكافتيريا، وهذا الكافتيريا أيضا جزئين مكيفة وبرة اللي يطل على حمام السباحة بالنسبة للعائلات. وفي ايضا كافتيريا ثانيه في داخل الحوض المغطى لعمليه الخصوصيه، انه ما يصير انه اذا احد احتاج من الشباب الى اي شغله فيكتفي بالكافتيريا الصغيره اللي داخل المجمع، فهذه مثل الكافتيريا عندك واحده. ثانيا عندنا العاب الفيديو جيمز والفليبرز والنيمتس الاخرى، ايضا عندنا مركز السنوكر والبلياردو واللي فيه كيو ليزر، على فكره هذه ايضا ودنا الحقيقه يعني يعني التغطيه هذه تشمل الكيو ليزر، هذه تفسيرها لانها حرب يسمونها حرب الليزر وحرب النجوم، هذه ايضا الحقيقه بين فريقين لا
لعبة مسلية ومشوقة جدا جدا، فيجد الرواد هني ظلتهم في انهم اذا حب يستمر معانا ويقعد من الوحدة للثلاث ايضا يجد الكثير من، بالاضافة الى صالة ديوانية عندنا فيها تلفزيون ويجي يطالع. نعم، على العموم استاذ عبد الرحمن احنا شاكرين لك وبنفس الوقت نهنيكم على هذا الاقبال الكبير، هذا يدل على نجاح ادارتكم في جذب اكبر عدد ممكن من الاخوه محبي هواه السباحه، ونتمنى ان هذا الحماس يستمر ما دام انتم مستمرين طول السنه، وشاكرين لك. شاكر لك، وهذه شهاده الحقيقه نعتز فيها، واشكر تلفزيون دوله الكويت على اتاحه الفرصه لنا لالقاء الضوء على هذا المرفق الهام، المشروعات السياحية، وكذلك أشكر برنامج نحن أصدقائك اللي نتابع الحقيقة دائما، واللي أيضا أعتبره بحق البانوراما التي تعكس الأنشطة الإيجابية اللي تسخر فيها الدولة. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، برنامجنا وصل إلى النهاية، ولكن شركة المشروعات السياحية مستمرة في فعالياتها وعطائها طوال فترة الصيف لتقديم البرامج والفقرات المسلية لجمهورها داخل دولة الكويت. حتى نلتقي في مرفق آخر من مرافق شركة المشروعات السياحية، نقول لك خليك صديقنا وتابعنا الحلقة المقبلة. مع السلامة.